كل سنه وانتم طيبين عند الحاج عزيزه هنا العيديه. كل سنه وانتم طيبين عند الحاج عزيزه في امبابه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. Thank you.
هو المشكلة اللاعب دي اللي مش قادر يديها للعيال، هي اللي عاملة القلق. هو مش عارف يديها حتى الكرام. زي ما انتم شايفين احنا معاكم. يا بولا هيطلع هيلاقي نفسه طالع في حته ثانيه خالص.